اسمعك على كده، بس طبعا مش دي كل يوم مقطع جديد، اسمك اليوم ميمز بس، هذا حرفيا ميمز. لا تنسى لك اشتراك حسب الميزات تحت صدى غلط، جميع تابعوني عليها. صلوا على النبي ولا تكون نقطة. اكثر مقدما يقول في اكثر مني، ازر صراحة انه حقود لما تكون سبك وواثق من نفسك. ما راح اغامر. ما هو عدد الحروب العالمية حتى اليوم؟ اثنين. ما راح اخسر وان مور ادفانتج او فرصة ثانية من فرص المتاحة لي، راح اقول اربع حروب مرة ثالثة. لك انت مو بسبك، انت شيء فوق السباك. اثنين بلمش لي عشان لقاو الشاه يا ولد. تم اختراع التسويق سنة 1370، الناس قبل سنة 1370. ما نبي قهوة ولا نبي شاهي، نبي شيء يبرد على قلوبنا. نبغى مرطبات من شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه. نبغى ميرندا برتقال لك في كل الأحوال، ونبغى ميرندا حمضيات مجذب الأمنيات، وإذا حصل بينهم ميرندا فراولة على الطاولة يحظ اللي عنده. ميرندا من شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه. ست التسويق ذا شكله دافع لهم أمانة، خلونا نسوق وأعطوني ثلاثة مليون. شوف زي ما قلت لك، من يوم ما ركبت ال V8 شريته من رامز، واخد بالك سعره 4.5 ريال. ما شاء الله دفع السيارة ممتاز ممتاز. شوف تطلع البر يا ولد ولا يكون عندك فكرة، شوف ولا تغريز ولا ما شاء الله، بس المشكلة استهلاك بنزين عالي. مصدق مصدق، انا ما افهم السياره بس انه شكلها شيء كذا مره. يا جماعه انا اكتشفت حاجه جامده قوي، لما تكون غني وغبي المفروض ده بيجي في العلبه مع التليفون، فانا اكتشفت لما اجي احطه هنا كده بس، ونجيب الحته الصغيره دي كده دخلناها هنا في التليفون بيشحن. انا ممكن استعمله اكتر من مره، انتوا مش عارفين كميه الفلوس اللي سن 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 شوفوا اربع جوالات. كان بعد مين حجز شو اسمه المباراه؟ تخيلوا والله العظيم تخيلوا، تقوم على قيامتك يا رجل يا اخي. مباراه النصر والهلال مع باريس سان جيرمان يوم الخميس، مو هذا؟ احس ببرك صوت ذكر لك العامل، قلت له ما مع الريال يحرق لك العامل هذا. استغفر الله العظيم، استغفر الله. 2500 ريال. 2500؟ ايه لا، كان على راس الموسم هذا علشان ذا الوجه. 3000 ريال بعنا. خلاص ما عندي مشكله اشتري، انا جاي عشان اشتري. كم؟ خلاص اخر واحد لك والله. ايه خلاص 2500 ريال. 2500؟ ايه بالله. استغفر الله، كان بيذب قريش، كان على راس الملك. شوفوا سبحان الله، قبل ما يقولها كان على راس الموسم هذا علشان ذا الوجه. عطت علينا حرفيا. لا مره يحمس، بينزل ان شاء الله بكره. شوفوا بريكم الصوره بس عشان ما احرق عليكم. فكيت الكلب عليه وهو مربط، اقسم بالله صار. لا مره يحمس، بينزل ان شاء الله. انا بالانستغرام. لا لا هنا خلاص ودي الملعب، ما تصدقني ما ترجع. استغفر الله العظيم. كاستو وريني انت اللي في ايدك دي كده. اه يلا على انت بتشجع مصر؟ ايوه. طب اقول كلمه بقى كويسه كده. اسمع. استغفر الله العظيم. عنديش مصاري يكرهون السيسي. اذا احد سالك وش تبي تصير وانت كافي معك؟ اسمع. ايش تبي تصير كورت؟ بصيجك تجوية
اللي ما يعتبر نفسه رجال يقول انا ابغى عندي دلع عندي مراحل طفوله يتفضل الباب مفتوح الباب ليش مفتوح لانك ايش انت الحين في مرحله صف ثالث يعني خلاص على رجوله قبلت على رجوله هذا يبي في مدارس يبي لها الطالب او في ناس يبي لها الطالب لا سمح الله ما بيتولى بيت عتبك انت صح انت رصاص يا رب أحسن الخاتمة بس يا رب أكثر مكان حاربت فيه عشان صدق صدق الحمد لله لما دخلت متوسطة كنت طويل سددت له واحدة لما أنام 20 ساعة بدي أنام كمان بس خايف من أمي أنا أبي أنام بس ذكر في عندي مونتاج لازم أخلص عشان شايفين اضغطوا لايك وانا بترجاني ابطل تبكير مشان انام عيال انا الحين ما اقدر انام من التبكير وقبل كانت بدايه الريق اللي هي كانت ما تخيل انام تخيل كنت صغير كنت غبي مره طيب وما الذي ينزل منزله الاخر؟ اضرب لي على الحكم مثال خلاص واضح بسيطك ان شاء الله بسيطك ان شاء الله صدق صدق أنا حنا عم أدرس فني يمكن كثير صرت لكم عليه لكننا عنصر الله يأخذك الله يسامحك استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي خالد الفراج وهذه بطاقتي يا أخوان أنا بتكلم معاكم في موضوع مهم وخطير إلى متى يا إخوان؟ إلى متى يا إخوان؟ وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة كانت تتبع عرفت ترجع هذا قسم بلا بطل مثل مسلسل من هو ولدنا مرة بطل وجن صراحة أسأل من هنا تكتب أنا قسم لك كانت في عندي طاولة والله نسويت عليها مشكلة عشان أخذها طاولة ما هي لي لقيتها واحد مرسم عليها رسمات يا عيال لكن هذه دار ما خلت قالت ممنوع الطاولات الخضر للطلاب الثانوي لازم زرق الصف الثاني كلهم زرق خلو قلت له بالخضر انا قال لي ممنوع مكتوب عليها وبيروحوا يقصلونه وشالوه رجعوه الاشياء اللي تكرهها قد تكون يعني انا ودي افهم شيء ليه الهنود هو بينقال كذا تطلع لهم بس كرش احنا كل جسمنا يكبر يا رجل كده تصير عمالك انت عامل البقالة بعد ما خلصت السافلان Hello sir, my name is Agent Sal and I'm here to ask you to show me your ID card Sir, listen I don't want you to kid with me, alright? هذا انا كل ما خلصت مسلسل تركي تشوفني قلبت اللهجة كامل اكل شدر وعلى انيه كيف انا تشكر وربني فكرت كيف سيئة يا عيال رجع تخيل طبخ بيض واكل ومدري اكل وحمّة تست بالفيري يا عيال حس وزيت شفي أخوي أكل زيت في الشعر معقول حس بزيت فأنا في شيء اسمه حبة خروة أو زيت خروة زي هذي يا عيال بعطيكم طبعا هذا ما أدري وش فايدته أنا كده تضيف القولون أو شيء زي كذا يا مرة شربتها لقيتها مدري ولقيتها وشربتها قعدت تمسح الأربع أيام أكرمكم الله يعني عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نعمتنا معكم أبو سطام الشمري هذا قدرنا الكاتم ولا يتحرك ولا يقول وين رايح شباب سلام عليكم اللي يلقى قدر 4 لتر كاتم كهربائي بين دومة والرديفة وقف عليه وياخذه تروح كابس بلا الحمد حاجي حاشي خاصة يا ياكل اللي به ويجيبه لي صدقني ما عاد يرجع اذا رجع لك تعلي اذا ما اشتلك تطلع على مك شلون ما يكون زلون يا اختي والله اليوم قاعد بحضني والله العظيم كذا يقرص يا ود لا تقرص راح بكى
عندهم ضيوف باكة جتهم جتلتوا راح الخرفة يبكي راح ترضيت جبتوا معي ولد أختي كذا مرة حبيب قلبي وعائلتي. اوكي انا كل زاد ما تنسوا لايك واشتراك حساب الفيديو تحت صندوق الوصف. اتوقع الميمز اليوم ما كان يضحك مرة صراحة اليوم الساعة 3:30 لو اني مدري وش ما اقدر لكن بخير ان شاء الله صلوا على النبي يا رب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع السلامة.